في وصفة سابقة كنت حضرت معكم الدجاج المقلي على الطريقة ديال المطاعم ديال الوجبات السريعة، ولكن الطريقة المنزلية أحسن. اليوم غنشوفوا الفشار الدجاج، ولا اللي حنايا معروف عندنا بتشيكن بوب كورن. اليوم غنحضروه بواحد الطريقة اللي هي جد مبسطة وسهلة. بقاو معايا باش تعرفوا أكثر. اول شيء غنحتاجوه هو غنحتاجوا الساور كريم، الا ما كانش عندكم في المكان اللي نتوما فيه ممكن تستخدموا غير اللبن الطري. هنا غنستخدموا 450 ملل من اللبن الطري. غنستخدم مع 2 معالق ديال المائده من الخردل، ممكن تستخدموا الخردل ديال ديجون، ممكن تستخدموا الخردل العادي الاصفر. غنضيفوا عليهم ملعقتين مائده من الخل الابيض. هذه الاشياء كامله كنستخدموها باش كيعاوننا على ان داك اللحم ديال الدجاج يكون فتي. هذه هي التوابل اللي غنضيفها. عندي ملعقه شاي من بودره الثوم، ملعقه شاي من البابريكا المدخنه، ملعقه شاي من الزنجبيل، ملعقه شاي من الفلفل الاسود، ملعقه مائده من بودره البصل، نصف ملعقه شاي من الفلفل الحار، وملعقه شاي من البابريكا الفلفل الاحمر، ونصف ملعقه شاي من الملح. هاد العناصر كامله كتوابل كنضيفوها، وكنضيفوها على هاد الخليط، كنخلطو مزيان حتى جميع التوابل كتمتزج لينا في اللبن اللي استخدمناه. الا كنتو في المكان اللي نتوما فيه عندكم الساور كريم استخدموها، غيكون احسن. وحتى الحلقه واحده اخرى، وممكن نعرفكم بالطريقه العاديه باش كنصيبوا الساور كريم. اول شيء غنحتاجوه هو اللحم. هنا كان عندي كيلوغرام من الاوراق ديال الدجاج. علاش الاوراق ماشي الصدور؟ الصدور بالطبيعه ديالهم كيكونوا ناشفين وصعيب على اننا نميتريزيو الطياب ديالهم، ان ما كناش محترفين في طريقه الطهي ديال اللحوم. كنشدهم وكنشفهم من بعد ما غسلتهم وديزوسيتهم، حيدت ليهم العظم ديالهم، كنشفهم مزيان، كنتاكد بان ما بقى فيهم ولا ما لات شي حاجه. عاد غندوزهم في داك الخليط اللي انا حضرته مسبقا. طريقة التقطيع ديال الأوراق هي طريقة اللي هي جد سهلة. كنقطعوهم الأطراف اللي هما على الطول، ومن بعد كنقطعوهم على أطراف اللي هما في العرض على شكل مربعات، اللي الحجم ديالها كيكون الحجمة ديال القدمة، يعني بايتس. يعني ما كناخدوهم كناخدوهم في طرف واحد، كيكون كافي أننا نخشيو الفم ديالنا وناكلو. هادشي علاش كيتسماو فشار الدجاج. أنا غنوريكم الحجم المثالي اللي حنايا كنستخدموه للتقطيع. لما كتشوفوا هادو هما المربعات اللي كنحاول انني نحصل عليهم. كنجمع داكشي اللي قطعته وكنضيفو على داك الخليط اللي حضرته مسبقا كما قلت. غنمارينيهم على الاقل على الاقل واحد ربعه ديال السوايع. الا كانت لا تومبيراتور امبيونط، احسن حاجه انكم تخليهم على برا، ما ديروهمش في الثلاجه، حيت الوقت اللي غتخليو فيهم الا كانت لا تومبيراتور امبيونط غينقص بالنصف، يعني غتخليهم كماكسيموم ساعه ونصف ولا ساعتين. هنا غنحتاج 120 غرام من الدقيق ديال الخبز، وهنا غنحتاج ايضا نفس المعيار اللي هو 120 غرام اللي هو كوب واحد من نشا الذره. والنشا هي اللي كتخلي لينا داك لا كروستيونس تكون عندنا في الغلاف اللي حنايا كيكون عند هذا الفشار ديال الدجاج. غنستخدم لاستيوس اللي هنايا كنضيفها، يعني انا غنستخدم كوب 120 غرام. هنا راه عندي غير نصف كوب، داكشي علاش كيبانو جوج، ولكن نفس المعيار اللي هو كوب غنستخدمو من الدقيق ديال الفينو. وهادو هما التوابل اللي غنضيفهم. نفس الشيء اللي ضفتو ديال التوابل اللي ضفتو على الخليط الاول غنضيفو على الخليط الثاني، باستثناء حبوب الخردل، وهما اللي غنضيفهم اللي ما كانوش عندي في الخليط الاول ضفتهم على الخليط الثاني. من بعد ما تمغينا الدجاج، واحد لا تكنيك اللي كنستخدم هي انني كناخذ القليل من هذاك لاصوص اللي كانت تمغينا فيه دوك الاوراق ديال الدجاج، وكنخلطو مع هذاك الخليط اللي انا حضرته ديال الدقيق والتوابل. كناخذ طرف، هادشي كيساعد على انه كيترمل ليا داك الخليط. فلعول انني ندوز كل قطعه في الماء ثم ولا البيض ولا الشابلور ولا هذا ديال التكنيك اللي كنستخدم فيما يخص فصار الدجاج. كنثبت عليها، نغطيها مزيان باش يكونوا عندي هذوك التموجات في القطعه ديال الدجاج. هذوك هما اللي كيخليها يكون عندها داك الشكل ديال المطاعم اللي كتحضر هذه الوجبات ديال الدجاج المقلي. هنا من بعد ما صايبت الكميه كامله، واحسن حاجه هو انكم نتوما كتصيبوا وكتقليو، ما خصهاش تبقى محطوطه بزاف على جنب. هنا الزيت كان تقريبا عندي واحد اللتر ونصف من الزيت، وضعته في مقلاه وسخنته على درجه حراره اللي هي عاليه تقريبا 195 درجه سيليسيوس. غنوضع الفشار ديال الدجاج يتقلى كما كتشوفوا. هذا هو اللون اللي كياخذوا،
غنصبر عليه تقريبا كل باتش ديال القلي غتاخذ مني واحد المده ديال واحد 10 ديال الدقائق 12 دقيقه. الاوراق ديال الدجاج علاش ماشي بحال الصدور؟ وانه ما كياخذوش ليا مده كبيره في التسويه وكيجيو هشاش وجوسي ورطاب على اننا نستخدموا صدور ديال الدجاج. انا كنوصيكم انكم الا كنتو باغيين تستخدموا هذه الوصفه استخدموا احسن حاجه الاوراق ديال الدجاج في العود اللي استخدموا صدور ديال الدجاج. هانتوما كما كتشوفوا اللون اللي حصلت عليه كنوضعه فوق لوح ديال التبريد بين ما بردوا عاد ممكن نقدمهم. هانتوما كما كتشوفوا الشكل ديالها كيفاش عامل داك التموجات اللي هما كاينين ديال داك الكافر ديال الدقيق والتوابل اللي استخدمناه. ممكن تسمعوا حتى الصوت ديال القرمشه ديالهم. انا هنايا راه كليت واحد الوحده الا انتبهتوا للوديو راه الصوت ديال القرمشه ديال الاكل كيتسمع في الاوديو. هنا من بعد كتسيربيهم في ان بلا. نفس الشيء غنوريكم قطعه واحده اخرى كيفاش كتكون رطبه من الداخل جوسي الاوراق. هادشي علاش انا كنفضلهم فيما يخص فشار ديال الدجاج على قطعه واحده اخرى من الدجاج ممكن نستخدموها. جد جد مشهيين ومن اسهل الاطباق اللي ممكن نحضروها في هذا الصيف. اطباق اللي هي سهله. غنحضروا الصوص المرافقه لهم. كنستخدم ملعقه تقريبا نصف ملعقه مائده من المايونيز نصف ملعقه مائده من الخردل. غنستخدم جوج ملعقه مائده من الكاتشب وغنزيد عليهم ملعقه مائده من تشيلي صوص من صلصه الحارة. هذا هو اللي كيعجبني انه كمرافق لهذا الدجاج المقلي. ممكن نديرو دي صوص وحدين اخرين من هذا احسن صوص ممكن نستخدمه. هذا طبق اللي ممكن تقدموا معاه سلطة. كنفضل انه ما يتقدمش بوحدو تكون سلطة مرافقة ليه احسن من انه يكون بوحدو. كنظن انه طبق مثل طبق فشار الدجاج ما كيلاش اننا نتوجهوا للمطاعم ديال الاكل السريع باش ناكلوه. ممكن نحضروه في نصف ساعه ويكون واجد لينا باش نقدموه. ما تنساوش تضغطوا على زر ديال الاعجاب الى كان الفيديو نال الاستحسان ديالكم. اللي كيشاهدني اول مره كانت معكم مريم. يشترك في القناه ويفعل زر ديال الجرس باش يوصلوا كل جديد. وانا نقول لكم نشوفكم في فيديو جديد مع وصفه جديده ان شاء الله عما قريب.